هي بالنسبة لنا هي مبادرة يعني جد إيجابية بالنسبة للقطاع الفلاحي. الفلاحين راهم يعني في انتظار وداخل في القانون المالية تاع 2023، هي أول ملفة تاع وحم، وفي شهر جانفي إن شاء الله ينطلقوا في العملية كل العتاد الفلاحي. شهر جانفي يعني يدرج في القانون المالية ويتم يعني العمل بهذا الإجراء، ولكن الناس قدروا يهيئوا روحهم من دروك.